تنشد للاساتذه جاءت لتعبيره عن مطلبها العاجل والمشروع الذي هو اسقاط نقطه التعاقد وادماج كافه الاساتذه مفروض عليهم التعاقد في الوظيفه العموميه في مناطق اخرى، وان يعني تنسيقيه صامده و يعني ثابته على مطلبها الاساسي ومطلبها العاجل، وردا على كل يعني التصرفات القمعيه والهمجيه التي قبل بها الدول المغربيه نضالات تنسيقيه الذين الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد من سرقات موصوفه من الاجور وكذلك من متابعات ومحاكمات ماراثونيه سوريه الهدف منها بالطبع هو كبح نضالات التنسيقيه الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، لكن هذه الحشود الغفيره وهذه الجماهير الاستاذيه بمعيه يعني مجموعه من الاطارات النقابيه وبمعيه مجموعه من الطلبه والمعطلين جاءوا اليوم الى انسكان للرد يعني على المسؤولين الحكوميين الذين يعني اكدوا بان التنسيقيه الوطنيه الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد لم تعد بالشارع. فاليوم الاشكال القطبيه المنظمه يعني في اربعه اخطاب تبين وتوضح جليا بان الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد ماضون قدما يعني حتى تحقيق مطالبهم المشروعه وحتى انصافهم يعني وادماجهم في اسلاك الوظيفه العموميه اسوه لزملائهم المرسمين الحقيقيه. هرموش محمد الكاتب الاقليمي النقابة الوطنيه للتعليم الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. نحن اليوم في هذه المسيره الاحتجاجيه لاخواننا الذين فرض عليهم التعاقد، من هذا المنبر هذا ندعو الجهات المسؤوله في هذه البلاد الى تسريع وادماج هذه الاخوان في الوظيفة العمومية، لأنه لا يعقل أن نقول نناشد ولا ننشد يعني الجهد في التعليم ويكون الأستاذ يعيش الهشاشة وألا الاستقرار. إذا هذه الوضعية ديال التعاقد لا تساعد على الإنتاج، لا تساهم في إنتاج يعني الجودة المطلوبة. نحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للتعليم نتبنى هذا الملف كاملا وندافع عليه بجميع المناسبات وبجميع يعني سواء في البرلمان سواء من خلال البيانات سواء من خلال الحضور الأشكالي النضالية. هذا الملف طال انتظاره طال حله وقد حان الوقت لحله لكي يعني نساهم في الاستقرار المهني والنفسي لهذه الفئة العريضة التي تشكل الآن أكثر من فئة اقتربت منا النصف من الشغيلة. إذا لا يعقل على المسؤول إن كان يريد أن يحقق الجودة ويريد أن يرقى بمستوى التعليم أن يترك هذه الفئة تناضل منذ 2017 إلى غاية الآن بدون حل لهذا الملف العالم. وهذا الملف هو حله بسيط، ما دامت الدولة أنها هي التي يعني تساهم في ميزانية الأكاديميات والأكاديمية تتولى دفع أجرة هؤلاء الأساتذة، وكما قال الوزير المالية بإمكانها أن هذه الأموال أن تضخها في ميزانية وزارة التربية الوطنية ويحل المشكل بصفة نهائية. والمطلب هو بسيط وعادل. إن كنا ننشد العدالة الاجتماعية، إذا كنا ننشد العدالة المجتمعية. كما قلت
إنزال قطبي إذ كان يوازي أيضا ثلاث إنزالات قطبي أخرى على الأسر الوطني، إنزال بالمثال طنجة ووجه. كما قلت نضالنا ما زال مستمرا، لمن يقول بأننا وقفناش في الشارع كما قال مدير الموارد البشرية في صريح، لا نحن ما زلنا في الشارع، لن نتراجع قيد أنملة عن مطلبنا الوحيد والأوحد والمشروع، وهو إسقاط نقاط التعاقد وإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، المخطط الذي يهدف إلى خوصة القطاع قطاع التعليم، المخطط الذي يهدف إلى إعطاء صبغة الهشاشة للمنظومة التربوية، ونحاول الإقبال ما تبقى من الوظيفة والمدرسة العموميتين. كما قلت ما زلنا هنا نناضل ضد هذا المخطط، لن نتراجع رغم كل الاستفزازات، رغم كل السرقات المشحفة التي تتعرض له جورنا من سنتين، رغم القمع، رغم الاعتقالات، رغم كل شيء، فما زال نضالنا مستمرا الى ان يتحقق المطلب الوحيد كما قلت، هو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه واسلاك المخطط التعاقد. نحن هنا ما زلنا في الشارع لان الحكومه تمضت، لان الدوله والوزاره كما قلت تسويف وتروج المغالطات، تحاول ما امكن اطاله امد المعركة من أجل استنزاف الأساتذة والأستاذات. ونقولها بأن في جلبتنا الكثير، لن نمل، لن نكل، ولا نتراجع رغم كل ما وقع وكل ما سيحدث.